الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بضيوف مصر الأعزاء، وكل شكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المؤتمر على تشريفي بأن أكون في هذه الجلسة العلمية الثانية الخاصة بالسادة المفتين في هذا المؤتمر الهام، والذي يعقد تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني. هذا المؤتمر يؤكد أن التعامل مع الفضاء ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي ومتغيرات العصر، ويبرز الدور الذي يمكن أن يقوم به الاستخدام الرشيد لهذا الفضاء في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة وتبني ثقافة التسامح وفقه العيش المشترك. ويسعدني ويشرفني أن أقدم لحضراتكم جميعا أعضاء المنصة الكرام، وهم فضيلة الشيخ شعبان رمضان مباجي مفتي أوغندا، فضيلة الشيخ نفيع الله عشروف المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية، فضيلة الشيخ بويار سبياهو رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام بألبانيا، فضيلة الشيخ مصطفى يوسف إسبهيتش مفتي بلغراد بصربيا، وفضيلة الشيخ سالم هيتيمانا مفتي جمهورية رواندا. والنظام المتبع في هذه الجلسة المباركة ألا تزيد الكلمة عن 7 دقائق، ونبدأ هذه الجلسة الطيبة المباركة مع فضيلة الشيخ شعبان رمضان مباجي مفتي أوغندا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ورئيس المؤتمر، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السماحة المفتين، أصحاب الفضيلة العلماء والسيدات والسادات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أقدم تحياتنا وتقديرنا المعالي وزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار جمعة على إقامة هذا المؤتمر السنوي 34 تحت رعاية كريمة من فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر حفظه الله ورعاه. قاموا بقيامه برعاية كريمة لهذا المؤتمر، فجزاكم الله وجزى الشعب المصري
تحت رئاستها الحكيمة الرشيدة وبإرشاد معالي الوزير. أولا أنا أخوكم شعبان رمضان مباجي مفتي جمهورية أوغندا، هذه الأوغندا التي هي منبع النيل، فلما نكون في مصر أنا أكون بين الإخوة لأننا نشرب من ماء واحد وهو النيل. فأحييكم تحية الإسلام، وأوغندا التي تسمعونها تقع على خط الاستواء، عندنا 4 فصول في يوم واحد، هذا هو العجيب. فمن أراد أن يأخذ أو يجرب هذا يأتي إلى أوغندا. فإن الحاجة إلى ضبط الفتاوى والخطاب الديني في العصر الحديث تظل ماسة، واستشارة العلماء وذوي الخبرة والاختصاص مطلبا لا استغناء عنه، وذلك لأن العصر الحاضر قد كثرت فيه النوازل والأحداث في المسائل التي لم تكن موجودة من قبل، وذلك في العبادة والعقود والمعاملات، وتشعبت أساليب الناس في الأحوال الشخصية وفي المجالات الطبية من علاجات وأدوية وفي الجرائم والجنايات، وكل ذلك يقتضي عمق النظر في طرق الفتوى، ويستلزم الدقة في دراسة الأسباب والظروف المحيطة، وبخاصة المسائل التي تلامس جمهور الأمة وتشغل بالها وهمومها ويطال تأثيرها سواد المسلمين وجماعاتهم. فلقد أصبحت مسألة الفتوى والخطاب الديني عبر الفضائيات والمراكز الرقمية تتصدر اهتمامات المجتمعات الأرضية كلها، واختلفت فيها وجهات النظر والرأي بين الإفراط من جهة والتفريط من جهة أخرى، واتسع فيها المجال للمغالطات وإثارة الشبهات، كما أنها ظلت مدخلا لدى البعض لتشويه سمعة الإسلام والطعن في شريعته والاستهتار بمبادئه ومعالمه، والإسلام بريء من ذلك كله. وهذا المؤتمر كسابقته من المؤتمرات التي تعدها وزارة الأوقاف المصرية تأتي في الوقت المناسب لبيان كيفية الاستفادة من الفضاء الإلكتروني واستفادة صحيحة وتجنب السلبيات في جهة الفتوى والخطاب الديني. فمن إيجابيات الفضاء الإلكتروني أن المطلع على الفتوى والخطيب مباشرة من المفتي أو الخطيب قد يكون لعدد قليل من الناس، مما لو كان ذلك عن طريق الشبكات الإلكترونية أو المراكز الرقمية فيسمعها الآلاف المؤلفة من البشر، الكبير والصغير والذكر والأنثى، المسلم وغير المسلم، والجاهل والعالم. فهذا يوسع ويسهل على الدعاة المتمكنين الذين يعرفون دينهم علما يقينا أن ينشروا كلمة لا إله إلا الله عبر هذه الوسائل. نعم. ثاني من الإيجابيات، من إيجابيات الفضاء الإلكتروني، قلة التكلفة، بحيث تيسير على المقدم والمستفيد من الخطاب الديني، لأن الإنسان قد يستفيد بالعلم الكثير وهو في بيته أو وهو في سيارته أو في حقله.
فلا يتكلف إلا القليل من المال. والثالث سرعة التعرف على الإجابات الصحيحة من مصدر معتمد. فبالخلاصة إن أهمية تكون إيجابية، وذلك لسرعة انتشارها وازدياد عدد المستخدمين لها ووصولها إلى أي مكان في العالم، وإتاحة الفرصة للعلماء بإيصال أصواتهم إلى أماكن لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس. كما أن ما يقدمه الفضاء الإلكتروني من معلومات تشمل ما تقدمه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كالتلفاز والإذاعة والصحف والمجلات، بالإضافة إلى ما تنشره القنوات الفضائية، بالإضافة إلى خدمة البريد الإلكتروني. كل هذه الأمور إذا استثمرت استمارا صحيحا في مجال الفتوى والخطاب الديني كان الفضاء الإلكتروني والشبكات الرقمية مصدرا عالميا للفتوى والخطاب الديني. فمن السلبيات، أعطيكم مثلا لأوغندا، أنه من السلبيات استغلال هذه الوسائل أو الفضاء الإلكتروني لسرقة أموال الناس. فمن هناك جمعيات في أوغندا تسجل على أنها جمعيات، تسجل من قبل الحكومة على أنها جمعيات خيرية تساعد الفقراء والمحتاجين، وتأخذ أموال الناس الذين لم يكونوا على علم بما تفعل هذه الجمعيات، فيرسلون عبر الوسائل الإلكترونية يرسلون أموالا لبناء مساجد، مساعدة الأيتام، بناء وحدات صحية، حفر آبار. هذه الأموال تنتهي إلى جيوب أفراد الذين يستغلون هذه الوسائل الإلكترونية فيسرقون أموال الناس. فمن قبل الحكومة هم وجدوا فرصة، وجدوا مجالا لإيقاف شبكة الفيسبوك. في أوغندا لا يوجد شبكة الفيسبوك، مغلقة تماما. هناك أناس يستخدمون VPN، يسمى VPN، فيتسللون إلى الفيسبوك. أما رسميا هذه شبكة مغلقة تماما. فبالنسبة للدول والعالم الإسلامي لهم إمكانيات لحد من هؤلاء الذين يسيئون استغلال الفضاء الإلكتروني والشبكات الرقمية. أما عندنا في دول التي بها أقلية مسلمة من الصعب جدا، بل نحاول قدر الإمكان يعني تنبيه الناس على ضرر من يستغل هذه الشبكات لنهب أموال الناس أو المتبرعين وفاعلي الخير. وكذلك هناك من يتصدر الفتوى في عبر هذه الشبكات، عبر اليوتيوب وعبر الواتساب. هؤلاء يتصدرون الفتاوى، فإذا علمنا بهم استدعيناهم، وبعضهم يأتون وبعضهم لا يأتون. فعلينا تنبيه الناس بأن هؤلاء الذين تستمعون إليكم أو يأتون بلسان جاذب، هؤلاء من المستغلين، فلا تسمعوا لهم ولا تتبعوهم. جزاكم الله خيرا. وفي النهاية أشكركم مرة أخرى لأن الوقت ضيق والورقة كانت واسعة، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لفضيلة الشيخ شعبان رمضان مباجي مفتي أوغندا. والآن مع فضيلة الشيخ نفيع الله عشروف المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي الاتحادية، مع رجاء الالتزام بالوقت المحدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أولا أريد أن أشكر كل من قام بهذا المؤتمر، وخاصة
مكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية لهذه الدعوة الكريمة، وكوني من قوم غير عربي أعتذر من بعض الأخطاء التي تقع ربما في كلامي. وفي الحقيقة هذا المؤتمر وموضوع المؤتمر مهم جدا، لأن العالم الإنساني يتقدم يوم بعد يوم ويفتح مجالات جديدة لكي الناس يتواصلون فيما بينهم ويقوون علاقاتهم ويحسنون ويحسنون اجتماع مجتمع البشري بإثره. ولذا هذه الأدوات الجديدة التي تسمح لنا أن نتواصل من بعيد مع بعضنا البعض تفتح لنا مجالات واسعة جدا لاستعمالها ليس في حياتنا اليومية، بل كمان نحن رجال الدين في دعوتنا إلى دين الله الحنيف أوسع ما ممكن من الناس في كل العالم. وطبعا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بدعوة الناس إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه الأدوات الحمد لله في روسيا نحن نستعملها بكل سرور وبكل الإمكانيات المتاحة. عندنا عدة مواقع إلكترونية أبرح نحن ننشر محاضرات الإسلامية التي تصل إلى تقريبا إلى كل العائلة، إلى كل البيوت. يعني صوت الإسلام، صوت القرآن، وصوت السنة النبوية الشريفة تصل إلى بيوت المسلمين وغير المسلمين. الحمد لله بهذه الطريقة نحن حصلنا أن يعني إحياء علم ديني الإسلامي ينتشر يوم بعد يوم في روسيا. أنا أقول لكم لو بعد الاتحاد السوفيتي في روسيا باقي تقريبا 100 أو 200 مسجد، أما اليوم الدولة فتحت لنا مجالات لعمل الإسلام الحر، يعني الآن أكثر من 6000 مسجد في روسيا تخدم المسلمين، تخدم الإسلام. ولذا في الحقيقة هذا المؤتمر، أهمية هذا المؤتمر بدون مبالغة يعني مهم جدا. لماذا؟ لأن لما الدول الأخرى أوروبية تتقدم في تكنولوجيات، ونحن لابد لنا كمسلمين لا نتخلف من كل هذه الأدوات الحديثة. أنا أشكر جمهورية مصر العربية وقيادتها الرشيدة التي تهتم بهذه المواضيع المهمة لإسلام والمسلمين. وأيضا أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الرعاية، هذا المؤتمر، ومعالي الوزير محمد مختار جمعة الذي دعانا إلى هذا المؤتمر لكي نتعلم ونتعارف ونكون يدا واحدة في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة الناس الأجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخنا في الله عشروف، وشكرا على التزامه بالوقت المحدد. والآن مع فضيلة الشيخ بيار سبياهو رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام بألبانيا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفتاوى الإلكترونية بين الضرورات والمخاطر. إنه لشرف عظيم لي أن أكون
هنا في مصر المحروسة، مصر التاريخ، مصر العلم والعلماء، مصر الأزهر الشريف. بدعوة من المعالي الوزير الأوقاف المصري الشيخ دكتور محمد مختار جمعة للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي المهيب. الفداوى الإلكترونية والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة. برياتي الكريمة من فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله تعالى ورعاه. أيها الحفل الكريم، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام وجعلها خاتمة لكل الشرائع، فهي باقية إلى قيام الساعة. ولما كانت نصوص الكتاب والسنة النبوية الشريفة متناهية ومسائل الناس ووقائعهم متجددة على الدوام غير متناهية، وكان لابد لكل واقعة من حكم عند الله عز وجل، فقد أمر الله في كتابه بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال التنازع، كما أمر بالطاعة أولي الأمر وهم العلماء كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم. فالعلماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. وقد كان في هذه الأمة عبر تاريخها أن أخذ هذا العلم في كل خلف عدوله، فبينوا للناس وعلموهم أمر دينهم، وكانوا واسطة بين الله وعباده، فكان الناس وكانوا واسطة بين الله وعباده، فكان الناس يفزعون إليهم كلما استجدت بهم حادثة لم يعلموا حكم الله فيها. ومع تطور الحياة المعاصرة وظهور وسائل الاتصال والتواصل وما أصبحت تمثله للناس، ومع اهتمام هذه الوسائل بما يشغل الناس، عمدت كل من هذه القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية إلى تقديم برامج متعلقة بالفتاوى. وفي ظل ما تشهد الساحة الإعلامية من تغيرات ومع غياب الرقابة الصارمة والوعظ الديني في بعض الأحيان، أصبحت بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية تبث سمومها في أوساط الأمة الإسلامية بنشر فتاوى مضلة غير منضبطة، غير مراعية لضوابط الفتاوى ومخالفة للنصوص والأعراف. فبات من الواجب بيان الإسهامات الدعوية للفتاوى الإلكترونية المعاصرة ومجالاتها الدعوية ودورها في مواجهة الفتاوى الشاذة والفكر المتطرف، وبيان إسهاماتها من خلال مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية والمؤسسات الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية ودار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الإسلامية الرسمية المعتبرة العديد من الدول العالم الإسلامي كالمملكة العربية السعودية. الإخوة الفضلاء، لقد أصبح من الواجب بيان الأهمية الدعوية للفتاوى الإلكترونية المعاصرة وبيان دورها الدعوي والرسالي في معالجة القضايا. المعاصرة وبيان تحدياتها الفكرية كالفتاوى الإلكترونية الشاذة وخطرها على المجتمعات وسبل مواجهتها ووضع الضوابط الشرعية والدعوية لها، ثم استشراف الآفاق المستقبلية للفتاوى الإلكترونية حتى تؤسس المستقبل الدعوي على الضوابط الشرعية لضمان فاعليته وتأثيره في الحاضر والمستقبل.
مستقبل. ومن خلال جدول أعمال هذا المؤتمر الكريم تظهر أهمية الوسيلة الفتاوى الإلكترونية في ميدان العمل الدعوي المعاصر وتنوع الأدوار الدعوية، إذ أن الأصل في الفتاوى أن تكون منضبطة وأن انتشارها حاضراً ونجاحها مستقبلاً لا يكون إلا بانضباطها الشرعي والدعوي للتصدر للعالم إفتاءً إلكترونياً معاصراً مؤثراً وفعالاً ودعوياً وثقافياً. ومن هنا تأتي ضرورة تأسيس الوسائل الدعوية المعاصرة على ضوابط شرعية محكمة وربط عنصر الاستقبال فيها بالضابط الشرعي. وفي الختام أسأل الله تعالى لهذا المؤتمر التوفيق والقبول، شاكر إلى معالي الشيخ دكتور محمد مختار الجمعة وفريق عمله هذه الدعوة وهذا الإعداد والتنفيذ المتكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ بيار سبياهو رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام بألبانيا. والآن مع فضيلة الشيخ مصطفى يوسف سبيتش مفتي بلغراد بدولة صربيا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه أنا شايف ناس يعني تعبت نهاردة شوية، يعني حاول أكلم باللغة الإنجليزية، وأريد at the beginning of this speech which is short and I am informed lately about this, I would like to express my thanks to Masr, to Egypt, and to Wuzarat al-Awqaf, and to our professor, Dr. Muhammad Mukhtar Gum'a, for such a noble conference and wonderful opportunity for me, which is given, and for all of us to extend our thinking about the most important issues for the Muslim and Islam, for Islam and the Muslim world. I would like to express the thanks to His Excellency the President of Egypt, who is a sponsor of all this beautiful and most very important project of Wuzarat al-Awqaf, of Ministry of Endowment of Egypt, and not only sponsoring this, we know that he's sponsoring also the Darul Ifta in many projects with Dr. Shawqi Allama and Al-Azhar al-Sharif, together with our Ustaz Ahmed al-Tayyib, Dr. Ahmed al-Tayyib. May Allah be satisfied with all of them and with Egypt. Today's and the subject which we are speaking about, a subject of artificial intelligence, is very important subject today. I can say that definitely it's not only a matter for Muslim world of importance, it's important for every human being in this world. As we know that artificial intelligence is not only is stronger than intelligent of the natural intelligence, because this is it's collecting the whole human intelligence in one place. So we have to think how to control this intelligence. This is which is causing a problem in our life. If this take advantage on the natural intelligence of the human, so
At the first, we have to find who is going to be the leader of this. Who will lead us? Because without Imam, there is no Islam. We are living in one small country which is calling Serbia, with a percentage of less than 10% of Muslim living in that place. We are about 600,000 people, Muslims, who need kawadir, professionals from Azhar al-Sharif. بس دفعة واحدة يكفي لنا في Serbia. And everything would be much, much better. Now we are established school, Madrasa Islamiyya, Faculty of Islam in Islamic Science. And we need a good relation with Azhar al-Sharif. Azhar al-Sharif is manarat of ilm al-Islam fi al-alam kullu. And we want to protect this and to keep this for the future generation. We, as a Muslim of Serbia, are ready to protect Islam and to keep fighting for Islam, but in the best way. We don't want to be misused. We don't want anyone to misuse our religion for their political purposes only. We as a Serbia, we are living on the crossroads between Africa, Asia, and Europe. And there are many invaders there who are wanted to take advantage on us. And there are many people who want to say that Islam is just for them. So we would make the same mistake like Jewish people made it. They said religion is only for us. But Islam is coming lil alamin. And our duty is as leaders, as a shuyukh, as ulama, we will be the most responsible in this. We have to do on this. We have to establish not only Azhar al-Sharif hena fi Masr, but to establish everywhere, in every part of the world. We have to have the branches. The Institute of Azhar al-Sharif in Serbia must be. Bosnia must be. In Macedonia must be, I believe. Because Azhar al-Sharif is the oldest university, Islamic university in the world. We started, you started before anyone. And that's why I use this opportunity to ask from the all responsible people in Egypt, those who are responsible for Azhar al-Sharif, those who are responsible for Ministry of Awqaf, and to ask the President himself, Sisi, to help us in this issue. Since this is the 34th conference, international conference, world conference, organized here in Cairo, it's telling us enough. Who is giving the most effort in this? And I will not make you boring anymore. Thank you very much for your attention. May Allah bless you. Jazakum Allah kulla khair. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا لفضيلة الشيخ مصطفى يوسف سبيتش. وهو تحدث عن أهمية الفضاء الإلكتروني وعرج على الذكاء الاصطناعي وأنه مختلف تماما عن الذكاء الطبيعي للإنسان وأبدى أهمية دور الأزهر في نشر سماحة
الإسلام، وأن الإسلام جاء للسلام للعالم أجمع، وهو يتمنى أن تكون هناك كوادر ومؤسسات الأزهر الشريف في دولته بصربية. والآن مع فضيلة الشيخ سالم هيتيمانا مفتي جمهورية رواندا، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معالي العلماء والعالمات، سادة والسادات، أبدأ أولا أن أعرف من أين أتيت. جئت من دولة رواندا والتي تقع في شرق إفريقيا، والتي وقعت فيها أو شهدت إبادة الجماعية عام 1994، وهي الدولة الصغيرة، مساحتها 26,000 كيلومتر مربع، ممكن يساوي مساحة القاهرة، لا أعلم. ونسبة المسلمين 20%. وقبل 1994 نسبة المسلمين كان 2.5%. سبب هذا النهوض ينبثق من مواقف المسلمين أثناء عبادة الجماعية، حيث اتخذوا المساجد مأوى للمضطهدين والمظلومين، وكانوا ينالون الخدمة من إخوانهم المسلمين، وهذا جعل الروانديون معظمهم يعتنون ويريدون التثقيف في دين الإسلام. ولا أريد أن نطيل لكم، ولكن سأدخل في الموضوع مباشرة. وفيما يتعلق عن هذه الفضائل الإلكتروني، نحن نستعملها كما قال لنا الشيخ الفاضل من جمهورية روسيا، نستعملها في بث و الدروس الإسلامية على المسلمين خاصة وعلى الرواندين عموما. الحمد لله بلدنا هي بلد أستطيع أن نقول أنها تقدمت في مجال الأمور الإلكترونيكيات هذه، بحيث لا يوجد أي قرية أو أي بقعة من البقع رواندا لا تصل إليها الشبكة السلكية فايبر أوبتيك، بمعنى الدولة كلها مركب بشبكة، أين ستكون ستجد التغطية بدون أي مشكلة. هذه أعتبرها إيجابية، لأننا نستعملها في بث المعلومات والمفاهيم الإسلام، ولكن لدينا العقبات في معظم الأئمة لا يرون الاهتمام بهذه الوسائل الاجتماعية أنها فرصة متاحة بالنسبة لهم، ما زالوا يعتمدون على الطرق القديمة، بحيث يريدون أو نخطط كيف نطور يعني أفكارهم في هذا المجال، خاصة في تزويد لهم بالمعلومات وتدريب لهم على هذه الآلات الحديثة.
وهذا الحمد لله نشكر دولة مصر لأننا استطعنا أن نرسل كوادر من العلماء وعددهم كانوا 30 وجاءوا وتلقوا علما في مجال الإلكترونيات هنا في القاهرة. جزاكم الله خيرا ونشكركم. ولكن كما تعلمون لدينا مشاكل في بعض الشيوخ الذين اتخذوا هذه الوسائل كآداتهم للنشر أفكار الهدامة والفتاوى المضللة، بحيث يبثون هذه الأفكار ويحتاجون من يقف أيضا في صف آخر لمجابهتهم، وهذا لا يمكن لبلد واحد، ولكن بجمع المجهودات يمكن أن نصل إلى شيء ملموسة. ونشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مصر لإعادة هذا المؤتمر خاصة في هذا الموضوع الحساس. وفي أيام الأخيرة كنا نرى بعض الأفكار التي كانت تبث من بعض الدول التي تعتبر دول متقدم في الغرب، وهم كانوا يأخذون لا أدري ممكن أنتم تابعتم موضوع هذا، وفي هذه اكتشفنا أن في هذه المعلومات أو المادة الموجودة في وسائل التواصل ليست المادة المنقح صافية لاستيعابها كلها. يجب أن نحذر الذين يستعملون هذه الوسائل أن يكون حذرا، لأن في بعض الناس تدخل في هذه المفاهيم وتلاعب فيها بحيث أن تعرف هذا صحيح وغير صحيح. ليس أمر سهل إلا بإعادة أو الرجوع إلى الكتب الصحيحة المعتبرة. ولا أريد أن أطير لكم، أشكر الشيخ الذي دار هذه الجلسة والإخوة المحاضرين، وأشكركم أيضا يا علماء السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ سالم هتيمانا مفتي جمهورية رواندا، وكل الشكر والتقدير للمنصة الكريمة على هذه الوجبة الدسمة. كل الشكر لحضراتكم، وكل الشكر لضيوف مصر الكرام. بذلك تكون قد انتهت الجلسة العلمية الثانية، جلسة السادة المفتين. إن شاء الله في انتظار الجلسة الثالثة نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.